أماني شيخة بنت الكاف، عمري 22 سنة. حكايتي بالراديو والصحافة بديت من عمر 6 سنين، زرعت فيا ثقة كبيرة وخلتني عندي طموح وأهداف وكان يكون من أكبر صحفيين. توا باش نمشي للبلايص الأخرى، قرية تزبيد في البقالطة ما فيهش ترانسبور، وبعد باش نهزوكم للناس الأخرى. جواهر عمرها 12 سنة من مثلي، تلعب كورة في إيكيب تاع الكورة، وتوا باش نمشي مع جابس في فازتنا الأخرى، حالة الوعي اللي عريت واقع تونس.